أعقم أمرا وستفدون لها وأعرفوا أنكم أحرار ولن تمر عليكم هذه المهاترات التي تحاك كل يوم لأنكم تعرفونهم بالاسم تعرفونهم ومن يقف وراءهم بالظلام لن يحققوا أبدا ما يريدون. الأمر هو على تونس وليس على شخص. عندما يتم تعطيل يعني سير دواليب الدولة فهذا تآمر على تونس وليس تآمر على شخص، يعني لابد أن نفرق يعني.